ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح الوالدين والمعلمين والذين يشهد علينا أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا